سعودي نحبك شكويت. هذا هو شعار فعالية قطر متمثلة من وزارة الثقافة في هذا المكان الجميل على المارينا على الكورنيش. مثل ما نشوف مع بعض استعدادات كبيرة، شغل عدل، مجهود كبير قاموا فيه إخواننا. أيضا قناة الريان مشاركة لنقل كل هذه الفعاليات الجميلة مباشرة للشعب الكويت الحبيب. سيارات قديمة نشوفها مع بعض من مركز مواتر، بث مباشر أخونا علي النعمة مع رئيس الوفد القطري. ايه. محمد مساك الله بالخير أول شيء. يا مرحبا، الله يسلمك. عطنا ملخص الفعالية اللي احنا موجودين فيها الآن. اولا انا ارحب بالمتابعين وارحب بك، الله يطول عمرك، واحنا كلنا في بلادنا الثانيه الكويت. طبعا احنا جايين نشارك اهل الكويت فرحتهم وفرحه اهل الكويت، فرحتنا احنا اهل قطر كلنا. عندنا فعاليات في هذا المقر اللي هو في المارينا. الفعاليه عباره عن مسرحين، المسرح الاول اللي هو الامامي هذا اللي قدامي، المسرح هذا راح يقدم عليه الفنون الشعبيه وايضا الفرق الشعبيه والعرضه وبعض الفعاليات. ايضا هذا من اليوم، اليوم 28. وبعدين وراي عندي هناك مسرح الدمى، اذا تشوف مسرح الدمى بيكون في ايضا فعاليات. طبعا الفعاليات بدت اليوم زين الى يوم 28. وبعد كذا عندنا فعاليه اللي هي الاوبريت، اللي هو اوبريت قطري كويتي، وراح يكون على مسرح الفنان عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه باكر الساعه 8. فاحنا نعزم اهل الكويت اللي موجودين واهل قطر اللي موجودين في الكويت يحضرونه، لان اوبريت جميل جدا. وايضا عندنا فعاليه في قريه الموروث الشعبي، فيها عده فعاليات اللي الجناح القطري. من احنا بدينا من الاسبوع الماضي الى يوم 28 ان شاء الله. فندعوهم ان شاء الله يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد والاثنين القادم. الله يحييك، عساك مع القوة إن شاء الله. وشكرا جزيلا حبيب. الله يعطيكم العافية. أول شيء نورتوا أهل قطر، مرحبا ومسهلا في الكويت ديرتكم الثانية. والفعاليات ما شاء الله تبارك الرحمن كاملة في كل شيء، الله يعطيكم العافية. صلاح البلا مرحبا ومسهلا فيك. هلا 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 هلا، خير عساكم خير. مشاركتك هنا انت جاي حق مسلسل ولا جاي حق فعاليه ولا جاي لشيء مهم؟ جايين هالقطر كلنا. حلو. احنا جايين بالنيابه عن هالقطر نهني هالكويت بعيدهم الوطني وايامهم الوطنيه تحت شعار ايه نحبكم. نحب الكويت. نحب الكويت ونحب اهلها وكل من يقيم على ارضها. منور منور. والله هالقطر على راسي. السعداء والله بوجودك حبيبي حبيبي. سعدك العام وايد. فعاليه عجيبه وهل روعه، ومنورين هالقطر وفعاليه وايد روعه، وعساكم على القوه حبيبي. واحنا دار واحد اكيد حبيبي. يعطيك العافيه. المين قناه ريان لها حضور مميز هذه المره، قول لي شو اللي بتقدمونه من تغطيات خاصه لهذه الفعاليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء رحب فيك اخوي حسن او استاذنا حسن الساعيه، مرحبا ومسهلا فيك ومتابعينك الكرام. طبعا قناه الريان من ضمن مشاركه قطر، طبعا هذه المشاركه مش فقط لقناه الريان الفضائيه، هي القطر، واحنا ننقل هذه المشاركه ونشارك اخواننا اهل الكويت هذه الفرحه. يعني مهما نقدم للكويت فهذا قليل في وقفتهم اهل الوفا، واحنا نرد لهم هذا الامر، وهم يستاهلون منا الكثير، ولا هي غريبه عليهم هذه الوقفه. ومشاركه اخواننا في 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 الكويت هذه الفرحه هي تسعدنا للامانه، لان احنا نعيش هذه اللحظات معهم. بالنسبه لقناه الريان راح يكون هناك باذن الله استديو مفتوح من الساعه 8 لين الساعه 10 تقريبا. راح يكون عندنا عده مواقع او استديوهات، وراح يكون عندنا ايضا عده مواقع او استديوهات مصقره من خلال الموروث الشعبي او من خلال سوق المباركيه او من خلال الاوبرا او من خلال عده اماكن ايضا معروفه او معالم في الكويت. وباذن الله ان شاء الله نقول لكم تابعوا قناه الريان ان شاء الله وابشروا بالخير باذن الله. شكرا لك، عساكم على القوه ان شاء الله.
طبعا الكل اللي نشوف الان قدامنا اخواني واخواتي هي جزء من فعاليات كثيره قامتها دوله قطر متمثله وزاره الثقافه في هذه المشاركه المتميزه. طبعا بما ان احنا تكلمنا عن البحر فلازم نروح صوب البحر واهل البحر. الله يمسيك بالخير. يا مرحبا ويا مسهلا بريحه هلي. حبيب قلبي. قل لي شو الاستعدادات اللي قدمتوها او بتقدمونها خلال الفتره هذه في المارينا لزوارنا وحبايبنا اهل الكويت. والله يا اخوي حسن طبعا ما يخفى عليك ولا على هالقطر احنا لبينا الدعاء ولبينا النداء واول ما قالوا لنا قلنا سمعا وطاعه. الحمد لله هذه مواقفكم يا القطر ولا هي بغريب عليكم. احنا موجودين هني نفس درب الساعي بس شوي اصغر وان شاء الله ان شاء الله ان نتجمل فيكم يا القطر. يا مرحبا بسنا فيك يعطيك الف عافيه ان شاء الله. عافيك. هيامي مر الليش هي طبعك ما يجيب الراح خليتي والفك هي اصفق راحتين براح هي نظر إليه من قدم هو نظر إليه من راح أنهش جفوفي وبات الليل ماني عدل يليك ملبان هو يا طوله ما يضمه عدل شي يضر شي يضر إلي صار إلي صار ليك ليك وطولك طاب شرب الراح وسلامتكم وانت وياكم على خير. من قال حياك؟ هذه اسمها وقفه تامل. هو يدور شيء يدور على شيء ما ادري كله موجود هنا. نجوم طبعا الاعلاميين في قناه الريان. مرحبا ومسهلا فيكم. في مكتوب هناك بقلتنا غير وفعلا بقلتنا غير يعني شغلات جديد لازم يطلعون فناتك حلوه الشكل. اي والله ابي لك يرك. حلو بر وبحر حلو افكار وايد حلو صراحه. يعطيهم العافيه لدى المنظمه اللي طبعا قامت بشغل جبار لانجاز هذا المكان الجميل والاحتفاليه الجميله مسرح الدمى المسرح البر البحر كل شيء موجود. وهذا اخوي علي النعمه صديقي علي النعمه في ابداع زين يلا جايكم حق الابداع مع التاريخ ناصر الخليفي وعلي بن رحمه صدقوا والنعم فيهم والله. مرحبا ومسهلا. ايش رايك زين قول لي قول لي قول لي ايش رايك في المشاركه هذه القطريه هنا في الكويت؟ الكويت غاليين علينا الله يطول عمرك ومشاركتنا ان شاء الله احنا نبيض الوجه هذا اللي بقول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله دوم بيض وجه ان شاء الله. الله يبارك الحمد فيك لله. الحمد لله الحمد لله يعطيك العافيه ان شاء الله. انا موجود ناصر شو الترتيب الحين ايش صار؟ والله هذه يقول لك لعبه ذكاء بس انك تحرك ثلاثه بس بس هو سهم يكون بدل ما يكون صوبك تخلي صوبي بعد اللعبة السهم لازم تجيبه باتجاه واحد صح؟ الحين هذا يقول زين انا السهم لحظة حوش الحين هذا هو جي؟ هذا الحين صوبك ايوه خله كذي سهل اي
السهم الحين تجا صوبي صح؟ شو اللي خليه تجي ذاك الصوب؟ يلا فكروا معي. هذه بعد. طبعا العلم احنا جايين متاخرين طبعا من ظروف خبركم من الفندق وصلنا بالطياره وذي وبدلنا وبا تاخرنا ان شاء الله وعد باكر انقل لكم الفاريات كلها ان شاء الله مباشره. اليوم اني شو اللي عندك؟ شو اللي خلاك تيجي اليوم؟ انا جاي اشوف قطر الشعب قطري ما شاء الله يحفظهم وخطر والشيخ امين ان شاء الله الله يوفقهم ان شاء الله ونورنا من الكويت واحنا سعداء ان تشوفك موجود معنا والله انتم باكر على راسكم حبيبي عساك على القوه ان شاء الله حبيبي نوفقك ان شاء الله. بصراحه يا جماعه الخير فعاليه جدا رائعه انا ما توقعت يعني اخذت اراء بعض الناس طبعا في بعضهم ما حب يصغرون ولكن شفت ردود فعل جدا ايجابيه وحلوه ومقدرين جدا المشاركه القطريه معاهم في افراح الكويت بمناسبه اليوم الوطني وعيد التحرر وما الى ذلك فلهم كل التقدير وكل المحبه وبالفعل احنا فخورين ايضا ان احنا نشارك معاكم هذه الفرحه.